أخبار الجايلة. الجايلة نيوز. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله في نشرة أخبار الجايلة. أهلا وسهلا بكم. في أول أيام وظيفته الجديدة منع حارس الأمن في أحد الشركات رجلا من الدخول للشركة بعد انتهاء الدوام، ورغم محاولات الرجل إلا أن حارس الأمن رفض دخوله، ثم فاجأه باستعمال العنف معه حينما خبطه بعصا خبطة تفرقت منها أسنانه. الجدير بالذكر أن المضروب هو مدير الشركة الذي يرقد على السرير الأبيض، بينما تحول حارس الأمن إلى حارس مرمى في أحد فرق الحواري. معنا عبر الأقمار الصناعية المحلل النفسي استشاري الأمراض المستعصية دلخ بن مدلوخ الدلخ. يا أستاذ دلخ، ودنا تعطي السادة المستمعين والمشاهدين الكرام نبذة عن الدلاخة، وشي ووش علاجه ووش رايك به؟ نعم، الحقيقة نحن يعني نحيي كل دلوخ الكرة الأرضية لأنهم يعني صابرين على أنفسهم وعلى دلاختهم. أترك بعيد الناس، فكر كيف أنهم يتحملون دلاختهم هم بأنفسهم. الدلاخة هي قل الصدع والدفاشة والحماس الزائد الذي يتحول إلى خضان. خذ هذا المثال. نعم أستاذ دلخ، نريد مثالا توضيحيا لهذا الأمر. نعم سأضرب لك هذا المثال. انظر، أنا بيدي هذا الحجر وسأبازحكم الآن. أقول يا أبو الشباب، لو تستخير عن هالسالفة أبرك. نعم انظروا معي. يبدو أن الأستاذ دلخ جاب العيد. اللي هذا أستاذهم، لا والله رحنا وطي، عسى الله يفك مصورنا. شكرا لكم، انتهت النشرة ونشوفكم على خير. Good morning.